Hello everyone, how are you guys doing? I hope doing amazing. In this video, we are going to cooking easy biscuit. We need the ingredients. ربع ديال الزبدة 250 غرام ديال الزبدة وكنعمل كأس ديال الزيت نباتية كنعملو كأس ديال السكر وكنعملو كيس ديال السكر فاني واحد قبصة ديال الملح وكنعملو بياض البيض بياض بيضة واحدة وكنعملو جوج معالق كبار ديال الخل وكنخلطو هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كنحصلو على عجينة تكون عاملة بحال البوماد. ملي كنحصل على هاد الخليط بحال هيدا دابا كنعمل جوج معالق كبار ديال الزنجلان وجوج معالق كبار ديال الفيرميسيل كنخلط هاد المكونات ودابا كنضيف خميرة الحلوية ديال 8 غرام دابا كنضيف 3 الكيسان ديال الدقيق الفورص مقياس كيسان ديال العنبة وكنجمعوا العجينة ديالنا. كيف كتشوفوا العجينة ديالي ملي جمعتها كتجينا بحال هيدا تجينا منخوفة ماشي قاصحة واحتاج لي ديال الدقيق 6 الكيسان ديال الدقيق بقياس كاس ديال العنبة ودابا غنغطيها معكم بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح لمدة ديال 10 دقائق ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا ملي ارتحت لي العجينه ديالي شويه دابا نطلقها معاكم. كيف كتشوفوا طلقت قسمت العجينه ديالي على زوج ودابا نطلق العجينه. دابا نبدا نقطع معاكم. انا اخترت هذا الشكل هذا ديال الهلال نتوما اختاروا اللي بغيتو الشكل اللي كيناسبكم وكنبقى نكمل بهذه الطريقه هذه. نزولو معاكم شوفوا كيفاش كيجيونا نتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. وبالنسبة للتزيين كنحتاجو لصفر بيضة مع القليل من الخل قطرات ديال الخل وكنزينو به البسكويت ديالنا بحال هيدا. وملي كملتهم دابا غندخلو من الفران على درجة حرارة 170 لمدة 25 دقيقة ونخرجوهم يطيبونا من تحت وديك الساعة نطلعوهم من الفوق يتحمرو. وملي خرجتها من الفران هانتوما شوفوا كيفاش كتجينا مزيونه بزاف نتمنى تعجبكم وهشيشه هانتوما كتجينا رائعه بزاف نتمنى تعجبكم وتجربوها. واذا عجبكم هاد لا فيديو نتمنى تعملوا لي لايك ولي كومونتير وتفعلوا الجرس ونتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.